نبدا ان شاء الله. انا كريم سالم مدرس كلى في جامعه الفيوم. ابدا اتكلم معاكم على الاكويبمنتس اللي موجود تمريض 3 صح كده؟ طيب بصوا هي متسجله. انت انا هكلمك النهارده المفروض كتمريض تعرف ايه في مستلزمات وحده غسيل الكلى، تمام؟ الغسيل مش على قد اللي انت هتعرف تشك في ستوله ودايلايزر وواصله ولاين وفلتر، لا في حاجات اكتر من كده شويه. العيان بتاع الغسيل مش هيبقى قاعد هادي نايم خالص، هو هيقعد ايه دايما؟ اي حاجه تحصل له هيقول له هيلب نيرس، هيقول له انا عايز التمريض، ما بيناديش على الايه؟ الدكتور. فانت لازم تبقى واثق ان انت عارف كل حاجه في المكنه وفي المستلزمات عشان انت اللي هيناديك، هو ما بيناديش الايه؟ الدكتور. مكنه الغسيل كبدايه كده، انت عرفت طبعا المكنه، عرفت اللاين، عرفت الفيستولا، شكيت العيان، خدت ارتري، رجعت ايه؟ رجعت فين؟ ده برده مش كفايه، يعني هي دي برده مش الوظيفه الوحيده في موضوع الغسيل. طيب لو انت بقى التمريض كويس تاكد ان الدكتور اللي وراك هيبقى متامن، يعني انا لو التمريض في الوحده كويس مضمون عارف هو بيعمل ايه، حضرتك امنتني كدكتور مع العيان. فعشان كده بيقولوا اللي هو بيهايند جود دكتور جود نيرس، انت بقيت كويس انت امنت الدكتور معاك، تمام؟ طيب هل المفروض اللي انت كتمريض تعرف المكان اللي عندك في الوحده بس؟ لا، تمام؟ لان كده افرض اللي انت الوحده بتاعتك فيرزينيس مثلا، كل الوحده فيرزينيس، دكتور اسامه كلمك قال لك انا عندي سنتر كذا كذا وعايزك تيجي تشتغل، تلاقي المكان اللي عنده جنبه، هتقول له ما بعرفش اشتغل، ده تعيبك، تمام؟ يبقى اي تمريض نحاول نعمل عندنا كونسبت يبقى عارف اي مكنه ويعرف يتعامل عليها ازاي. عاده المكنه اللي هو اللي بيغسل جلسات مستمره ده صعب شويه، بس كونه ان هو مكنه غسيل فهو في الاخر نفس الكونسبت، تمام؟ عندنا في مصر كام نوع مكنه؟ عندنا 5 انواع، اللي انتوا بتشوفوهم ايه؟ الفيرزينيس والجامبرو والبي براون نبرو بيليكو، قليلين شويه، تمام؟ بس مبدئيا على الاقل خالص الفيرزينيس والجامبرو والبي براون تبقى عارف الموديلات بتاعتهم. يعني ايه الموديلات بتاعتهم؟ يعني عارف ان في حاجه اسمها 4008، 4008 اس كلاسيك، لا دي 4008 بي. طب البي هتعرفها ازاي من على الاس؟ الاس دي اختصار كلمه سكرين، لقيت شاشه يبقى دي اس، لقيت شاشه وعليها علامه اشاره كده من فوق يبقى دي الاس كلاسيك. يبقى انت كتمريض الدكتور مش لازم قوي يبقى عارفها لو هو مش داخل في الشارع، انما انت تمريض ما ينفعش تكلم الصيانه وتقول له اصل انا عندي مكنه بايظه، مكنه ايه فيرزينيس؟ هتقول له 4008 الاس كلاسيك اللي رقمها كذا، تمام؟ الجامبرو عندك لازم تبقى عارف برضو الانواع، الانواع ايه الجامبرو اللي موجوده في السوق؟ في ال 95 وفي ال 96 وفي ال 98 وفي الارتس، تمام؟ المفروض تبقى عارفهم، سواء عارفهم باللون، سواء ان دي ازرق فاتح ودي لبني، لا دي غامقه شويه، المهم تبقى عارف الفرق. مش عارف الفرق كمكنه، انت عارف الفرق كمكنه ده بيبين اللي انت شاطر، اللي انت تمريض دخل شاطر، بص على المكن من بعيد عارف ان انا عندي 4008، لا دي جامبرو، لا دي فيرزينيس. البي براون ميزتها ان هم موديلين بس اللي موجودين ايه؟ في مصر. موديل هتلاقيه بامب واحد، وبالتالي بدل ببامب واحد يبقى هو بيغسل جلسات ايه؟ هيموداليسيز عاديه. وموديل تاني هتلاقيه باتنين بامب يبقى تعرف ان ده بيغسل ايه؟ اتش دي اف بالظبط كده. تفرق معاك في حاجه تانيه البي براون؟ تفرق معاك في حاجه البي براون ان هي المكنه الوحيده اللي مش هتلاقي منها موديلات كلها تاتش سكرين، تمام؟ يعني اي مكن تاني ممكن تلاقي عندك نسخ منه قديمه ما فيهاش تاتش سكرين، لو انت دخلت على البي براون يبقى انت بتتكلم بس على تاتش سكرين. يبقى احنا اتفقنا كتمريض انا ما حطيتش باقي المكن عشان ما نلخبطش. كتمريض تبقى عارف على الاقل خالص ان في 3 انواع كبار، فيرجينيوس وجامبرو وبي براون، تبقى عارف موديلاتهم، تبقى عارف الفرق ما بينهم حتى من بره، تمام؟ خلصنا المكنه، انا مش هتكلم النهارده على المكنه، جاي اتكلم على المستهلكات عشان ما نطولش. المستهلكات مفيش حاجه اسمها فلتر غسيل، تبقى عارف اللي عندك، اللي عندك في مصر كام نوع؟ حتى الان هم دول، الاولمد اللي هو المصري اللي هو كان زمان التمريض القديم عارف ان اسمه هايدلين، تمام كده؟ عندك الفيرزينيوس جامبرو بي براون، دول اللي هم هتلاقيهم كتير شويه، البي براون مش هتلاقيه كتير خالص، بس الفيرزينيوس والجامبرو هتلاقوهم كتير، دول اللي هم تبع شركه جامبرو. هل منهم موديلات؟ اه منهم موديلات كتيره جدا جدا جدا. خلاص كل واحد انا يهمني كتمريض ايه؟ اللي انت تبقى عارف ده فلتر لو فلكس ولا هاي فلكس، ومن شركه ايه، ومقاسه كام، مش عايزين منك اكتر من كده خالص. الحاجات اللي هي بقى الفروقات خلي ممكن دي للدكاتره، بس عندنا انا هقول للتمريض انا عايز اغسل بفلتر لو فلكس 14، ما فيش حاجه اسمها 14 ال، ده اسمه مساحه سطحه 1 و4
والال دي يعني لو فلكس. طيب 220 اتش يبقى ده مساحه صحته 2.1 وهو هاي فلكس اللي هو عالي الايه، هنقول ان هما بالعربي هنسميه عالي الكفاءه. يبقى كتمريض تبقى عارف النقطتين دول، الفلتر شركه ايه، نوعه ايه، حجمه قصدي معلش ايه، 1.4 1.3 1.6 2.2 وفي دلوقتي 2.5 نزل في الشراء الموحد، وعارف مساحه سطحه كام. خلاص طيب في حاجات تانية، في بيليكو وفي نبرو مش هتشوفوهم كتير، في تابيس افري ميديكال، في حاجات تانية مش هتشوفوها كتير. طيب الدكتور اداك الفلتر ده وقال لك انا عايزك تجربه لي، جرى العرف اللي انت بتجرب عن طريق اللي انت بتبص على الفلتر زي الصوره اللي انا حاططها دي. لما تيجي تقيم فلتر هتقيمه من كذا نقطه كتمريض، هتقيمه اول حاجه من الرياكشن. بيني وبينكم كده صعب جدا ان يجي لك فلتر دلوقتي بيعمل رياكشن، حتى لو مكتوبه في الكتب. احنا دلوقتي خلاص النوع الممبرين اللي بنستخدمه كالمصانع اللي بتستخدمه خلاص ما بيعملش رياكشن زي بتاع زمان، فما تركزش قوي في الرياكشن، صعب ان عين يترعش وايه، واول ما يوصل بالفلتر صعبه شويه. بس ولنفرض هنكتب ان هو لا يحدث منه مضاعفات، ماشي، لا يحدث منه رعشه، ماشي. هتقيمه ايه تاني؟ هتقيم التجلط. التمريض هو اللي هيقول للدكتور، الدكتور ممكن ما يكونش واخد بقى يعني مش هيقعد معاكم في الجلسه قوي. هتقيم التجلط ازاي؟ تقيم التجلط على عن طريق البادي نفسه بتاع الفلتر، تتاكد ان هو عمل ايه، شعيرات ولا لا. والشعيرات دي وانت بتقول للدكتور هتقول له ان دي شعيرات 10% 5% 25% فوق 50% ده ساقط. طيب انت كده ممكن تظلم فلتر، ممكن تظلم فلتر لو انت مش عامل ايه، يعني قبل ما الدكتور يديك فلتر يجربه هو واثق فيك هتديني قرارك صح كده. حرام بقى تظلم الشركه. ازاي تظلم الشركه؟ اللي انت تجربه على عيان حبك دلوقتي ان هو موصل دم، تجربه على عيان ماشي على بامب 200، تجربه على عيان بيغسل من فيستو قسطره مش بيغسل من ايبي فيستولا. طب ما القسطره لوحدها كل شويه ساكشن 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 هوا دخل كذا كذا، ممكن في اي وقت الفلتر ده ما تقيمش عليه جلسه. وما ينفعش تجربه على عيان ما بيغسلش الاربع ساعات بتوعه، يعني في جلسات بنعملها ساعات بتبقى خمس ساعات وست ساعات وثمان ساعات اسمها سليد بتاعت الدكاتره دي بتاعت عيانين الرعايه مثلا، ما ينفعش تجرب عليها فلتر تجلط، انت اديته خلاص اكتر من وقته، هو وقته 4 4.5 فما تجربش. ما ينفعش تجرب وانت عامل بروتوكول في الوحده عندك عشان توفر في الهيبارين، عشان الهيبارين غالي وبقى ب 10 و11 جنيه تمام. فانت لا، هتستخدم الهيبارين زي ما بيقول الكتاب، علشان لو ما عملت الحركات اللي هي مثلا لا ده انا هدي هيبارين برايمنج بس ومش هدي هيبارين على مدار الجلسه، ما تقيمش عليها فلتر. لا ده انا مش هدي الهيبارين كل ساعه بتاعي كذا، ده انا هقسم الامبول على 2 عيانين فبالتالي هحط نص سنتي بدل ربع سنتي، ربع سنتي بدل نص سنتي. لا ما تقيمش عليها فلتر. تاني حاجه هتبص على الكب من فوق بتاعه الايه، الفلتر، تشوف فيها زي ما انا حاطط كده كب اتقفلت ولا ما اتقفلتش. لو الكب قفلت زي الصوره اللي انا حاططها دي، معنى كده ان الفلتر ده ممكن يكون فيه مشكله في الكاتنج بتاعه، القطعه بتاعه المكنه بوظت حاجه في الكاتنج، ده بيعمل مشكله. فخلاص هتقول للدكتور لا ده بكذا. طيب هل بنقيم على التجلط بس؟ لا، بنعمل بولين قبل وايه وبعد، ولازم تكون لنفس العيان في نفس الايه جلسه، ولازم يكون غسل اربع ساعات والبامب بتاعها 300 350، ما ينفعش اقيم على بامب 200. يبقى انا كده علمتك ازاي اللي انت تمسك فلتر وتعرف عنه كل حاجه وتقيمه. في بقى ورقه بتبقى جوه الايه الكرتونه، الورقه دي مش هقول لك اعرفها دلوقتي خالص مش وقته، بس مبدئيا سلم الورقه دي في ايد الدكتور تمام. حاول اللي انت يبقى عندك في الوحده فايل حاطط فيه كل الورق بتاع المواصفات بتاعه الفلاتر والفيستولات ومش عارف ايه، مجمعها في فايل، لان الكلام ده ممكن الدكتور يرجع له، وممكن لو هنتكلم اعلى نبقى نعلمك ازاي نقرا الورقه دي ونقعد نفكر فيها. طب ده اعلى من ده، بس مش وقته. الورقه دي فايدتها بالنسبه لي جمعها واديها للايه والدكتور. دي الورقه بتاعه الفيرزينيا سوق جنبه. اللاين، اللاين معلوماتك عنه ايه كتمريض؟ اللي احنا بنجيب الاحمر ارتري والازرق فين. طيب الدكتور اداك اللاين وقال لك قيمه، اللاين ده حلو ولا وحش؟ اللي انا اقدر اكده لك ان الاسبوع الجاي مثلا او اللي بعده هتلاقي 6 7 شركات داخله بلاينات تمام، بعد لما كانوا شركتين ثلاثه في اليومين دول حاجات كتيره نازله السوق. يعني هتقيم اللاين ازاي كتمريض؟ هتبص انت عارف اللاين لين ولا مش لين، بيتني معاك لا غلس ولا مش غلس. هتبص على القب اللي انت بتدخلها فين، الفينس شيمبر، تتاكد انها داخله ولا مش داخله، داخله بزنقه ولا مش زنقه. طب داخله بزنقه وانت جيت على نفسك وايه ودخلت براحتك خالص، بس الباب ده ممكن يعمل معاك لحد 18000 جنيه اللي هي البتاعه دي اللي بتدخل فيه تمام، فبراحتك خالص تمام. فما تجيش على نفسك في اي حاجه، لاين وحش رجعه
رجعوا كلم الشركه الموحد وقول لهم انا استلمت لوت كذا وعندي مشكله معاه، كلم الشركه تبدله لك، ما تجيش على نفسك في اللاين. طب اللاين في حاجه تانية؟ الكليبسات، ركز في الكليبسات جدا، لان في برضو حاجات شفتها بتعمل ايه بالظبط كده، فانت ركز في الكليبسات. انا الحاجات دي على فكره شفتها يعني بتحصل، انا شفت حاجات الفتره اللي فاتت كده بجربها، لا في كليبسات حلوه وفي كليبسات وحشه. تركز في ايه تاني؟ اللاينات بيبقى ساعات في حاجات زياده اللي هي الهيبرين مثلا، انت بتستخدم سيرنج هيبرين سيرنج، يبقى انت هات لك اللاين اللي انت بتطلبه من على الشركه الموحد، تقول له مع الايه الوصله بتاعه الهيبرين، ما بتستخدمش خلاص، هي يعني عامه فرقها بسيط جدا. طب لو انت اللاين جالك ولقيت معاه وصله زي اللي انا حاططها دي، تمام، تعرف ان ده لاين ايه، ان في قصه اتش دي اف داخله في الموضوع وده لاين بيوصل. طب لو انت اللاين جالك ولقيت بدل 1 شيمبر لقيته 2 شيمبر، تعرف ان هو ايه؟ بي براون. بالظبط كده، اللاين بتاع البي براون بيبقى 2 شيمبر مش 1 شيمبر، تمام. فانت لازم تقف على اللاين من بعيد كده تعرف ده مكنه ايه، تمسكه كده تعرف ده بيعمل موضوع الفقاعات ومش الفقاعات، والعينين اللي يعني بتخاف من قصه اللاين ده ليه علاقه باللاين ولا ليه علاقه بالسكشن ولا ليه علاقه بالفلتر ولا ده ايه بالظبط. لازم تبقى معلوماتك في اللاين كويسه. اللاين كل واحد لوحده ذو تميز لوني دي موجوده، يعني ما فيش شركه هتلاقيها عامله لاينات شبه بعضها. طب الابر، الابر معلوماتكم عنها ايه؟ اللي انت مش عايز يبقى معلوماتك على الابره، اللي انت هتاخد الابره وتشك بيها العيان وخلاص كده، لا. طيب انا دكتور واديتك الابره وقلت لك اسم حضرتك ايه؟ يا احمد. يا مستر احمد لو سمحت جرب لي الابره دي. هتجربها لي ازاي؟ انت هتشك العيان وانا عارف ان انت هتجيب فين وارتري، هتجربها لي ازاي؟ نعم، اتفلشي وبعدين يعني. طيب احنا هناخد الابره كده ونروح داخلين بيها، اول حاجه العيان قال اي ولا لا، تمام. ليه؟ لان احنا كدكاتره بيبقى عندنا كده حاجه في التقييم اسمها شارب واند وشارب وبلانت ومش عارف ايه حاجات بتاعتنا، بيبقى ابر بتبقى سيليكونيتد وان سيليكونيتد، في ابر بتوجع وفي ابر ما بتوجعش. قولي لا ده الابره دي مختلفه عن الابره اللي قبلها، ان العيان ما كانش بيقول اي بدا يقول اي، دي تفرق معانا. هتمسك الابره وتروح باصص لها الناحيه الثانيه كده، تلاقي في حاجه اسمها ايه، اسمها باك اي، اللي هي بالعربي اسمها ايه او في المناقصات اسمها ايه، عين خلفيه، تمام. يعني الابره تحتوي على عين خلفيه، دي فايدتها ايه؟ ان الابره وانت داخل لو جت في الفين ما تعملكش ايه؟ ساكشن. بالظبط كده، يبقى العين خلفيه تفرق معايا في تقييم الابره. طب ايه تاني يفرق في تقييم الابره؟ انها تبقى روتيتنج. يعني ايه روتيتنج؟ يعني في ابر في مصر ما بتلفش؟ اتنين اللي هم المستوردين مثلا ما بيلفوش مثلا يعني، بس في ابر ما بتلفش. وكل ده على فكره مش فارق، هو لو التمريض شاطر هيركب هي بتلف ما بتلفش فيها هيتصرف، تمام؟ فما بتلفش، دي بتفرق معانا في التقييم. طب ايه تاني؟ لو بصيت عليها بقى كمان هتلاقي في لون احمر وفي لون اسود او ازرق ساعات في بعض الشركات، ده معنى ايه؟ ان انت فين دلوقتي؟ لا افرض انها مش روتيتنج وانت مش عارف تبص العين الخلفيه بتاعتها فين؟ لزقت في الفين ولا ما لزقتش؟ هتعرفها بلون النقطه اللي على الايه؟ اللي على اللاين. اللاين بيبقى عليه نقطه كده في الحته دي بالظبط، بيبقى عليه نقطه هنا ونقطه ورا، تبص على النقطه دي وتعرف ان انت مكانك فين في الايه؟ في الفستولة. انت تحت، انت ديب، ماشي، منين؟ في الحتة دي بالظبط كده وفي الحتة دي بالظبط. طيب موضوع تميز لوني يفرق معاك ولا ما يفرقش؟ ليه؟ لا مش قصدي على الموضوع الحجم، المقاس، المقاس طبعا مهم قوي، انا ده نسيته. المقاس 16 و17 مثلا، امتى هتستخدم ال 17 وامتى هتستخدم ال 16؟ هتستخدم نعم؟ في نيو فيستولا اول جلسه جلستين من العيان، والايه وال 16 بعدها، وليها علاقه برضو يعني ممكن حتى ممكن تعلى بعد اول اثنين كمان، يعني في ناس بتبدا بال 17 شويه لحد وبعد كده 16. طيب دي اول حاجه في الالوان. في حاجه تانية في الالوان اللي هي الاحمر والازرق، يفرق معاك ولا ما يفرقش؟ نعم، هتفرق في ايه الاثنين فيهم دلوقتي؟ الاثنين فيهم. فعامه الابره الحمراء والزرقاء ماشي، بس عامه في شركات دلوقتي ما بقتش تعمل حمراء وزرقاء، وبقى يعوضها لك بايه؟ بالكليبسه ساعات، وساعات يعوضها لك بايه؟ بلون الفيستولا. فما تدخلش اللون في التقييم بتاعك بتاع الفيستولا قوي، وانت يعني وانت داخل على العين ما تبقاش معتمد على اللون قوي، خلاص انت عارف انت داخل بايه. خلصنا الفلاتر، خلصنا المكن، اتفضل. اللينس بتاع النيدل، في فعلا في حاجه، في حاجات هتلاقيها قد مثلا صباع ونص وحاجات هتلاقيها صباعين،
بالظبط. ال 17 من ال 16 هو مش لينس، هو ايه؟ دايمتر. تمام. موضوع اللينس كبير وصغير، سالت في القصه دي، قال لك هي في الاخر انت اللي بتقيم. العيان دخل ساكشن عمل، بس فعلا في شركات داخله بنفس الابره اللي هي مقاسها 16 وهتلاقيها مثلا سنتي ونص و2 سنتي وخلاص، بدل عرفت توصل للعيان خلاص. بس هي دي ما بتفرقش في التقييم، يعني حتى مش في البنود. يبقى ساعتها هتختار الطويله طبعا. يبقى بس بص، يعني اللي داخلين دلوقتي تمام فيهم كل حاجه. لا 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 اصبر بس، في ست شركات داخله فيهم كل حاجه اكيد يعني. تمام. الفلاتر مش مفروض اللي انت تعرف الفلاتر بس، مفروض اللي انت تعرف كمان الفلاتر اللي في ظهر الايه. انا اتكلمت اللي فات ده على فلاتر الايه، الغسيل، صح كده؟ وقلنا ان في فلاتر لو فلكس وهاي فلكس. في فلتر مهم قوي مفروض اللي انت تبقى عارفه، اللي هو فلتر الايه، التنقيه، او فلتر الاندوتوكسين بتاع الايه، بتاع المكنه. في مكان بتلاقيه فلتر واحد ومكان بتلاقيه فلترين. لما تلاقي مكنه فلتر واحد تعرف ان دي مكنه ايه، غسيل عادي هيموداليسيس، بس بتطلع لك ميه كويسه تقدر تستخدمها في الهاي فلكس دياليسيس. طب ولقيت مكنه فيها اتنين تعرف ان دي المكنه دي بتشتغل اتش دي اف بحاجات تانية مختلفه مش مشكله نعرفها، بس تعرف ان الفلتر اللي ورا في ظهر المكنه ده بيتغير كل 100 جلسه او كل ايه 3 اشهر، ايهما اقرب. طيب تعرف تلعب على الفلتر؟ اه. تعرف تلعب على قصه 100 مكنه 100 جلسه؟ اه. تعرف تقعده 6 شهور مكان 3 شهور؟ اه. بس تعمل كده؟ لا. ليه؟ لان انت اثرت على الكواليتي بتاعه الميه اللي طالعه. بس تقدر؟ اه. ممكن تقول للشركه انا معلش جامع معيش فلوس مش هقدر، الفلتر ده دلوقتي وصل 3000 جنيه معيش فلوس، لا مش هقدر كذا، طب عدي لي. الكلام ده بيتعمل، بس انصحك بيه لا. طب لو انت في مستشفى وبتطلب من الشارع الموحد، اطلب من الشارع الموحد ما يهمكش. هي المشكله بتبقى في الفلتر ده ايه، المراكز الخاصه، لان ده طبعا بيتحط في التكلفه اللي انت هتقسم عدده على عدد الجلسات اللي انت بتعملها. تمام. الجراكن مسؤوليتك ولا مش مسؤوليتك؟ مسؤوليتك برضو. تمام. هل ممكن توصل جركن غلط؟ صعب دلوقتي. صعب دلوقتي ليه؟ لان ما بقاش فيه اسيتيت وبايكارب زي زمان. تمام. فصعب دلوقتي خلاص، انت ما قدامكش الا جركن واحد. في كام شركه في مصر بتعمل جراكن؟ على الاقل 4 هم اللي شغالين فاتحين لاينات يعني. تمام. تبقى عارفهم. اه. كايه؟ بلاش تقول انا بغسل بال10 4 وايه ب46، انا بغسل بال10 36، انا بغسل بالمش عارف بالاف 903. بلاش الارقام، الشركات كل شويه ممكن تغير الارقام. فانت تمريض وتمريض غسيل كلى محترف، مش مفروض اللي انت تقول ارقام خالص. تمام. انت بتغسل بجيركن ايه؟ انت بتغسل بجيركن بايكارب او جيركن اسيتيت. تمام. اللي يهمك فيه رقمين، الفرق ما بين الجراكن في مصر رقم الصوديوم ورقم الكالسيوم بس كده، سيبك من الباقي خلاص كده. يعني الصوديوم في 135، في 138، في 136 مثلا. الكالسيوم في 1.25 و1.5 و1 ايه 75، منخفض كالسيوم، متوسط كالسيوم، عالي كالسيوم. تمام. فانت اللي يهمك في الجيركن الحاجات اللي جواه، مش اللي يهمك الايه، اسيتيت. اجري. حاضر. اسيتيت ولا خلاص انا هجري بقى بسرعه. يبقى الورقه دي اللي بتبقى موجوده في مع الشركات، هتحطها فين؟ في الدفتر اللي انا قلت لك تعمله عندك في الوحده، في كل المواصفات بتاعه المستلزمات غسيل الكلى. تمام. طيب الاسيتيت والبيكارب، ما فيش حد خلاص تقريبا بيستخدم اسيتيت دلوقتي، بس هو داخل لسه في المناقصه بس بالطلب، انما مش هينزل لكم اوتوماتيك على السيستم، يعني هيبقى بالطلب خلاص. يبقى خلصنا الجيركن بتاع الدايلازيت، وده الواحد وربع اهي بتلاقيها مكتوبه كده، وده الواحد 75 بتلاقيها مكتوبه كده. يبقى ده للعيانين اللي هيحدد الكلام ده الدكتور. الغساله. تمام. طبعا اي حد هيقول لك لا ننصح باستخدامها. تمام. قدرت خلاص، قدرت اللي انت ما تستخدمهاش، طبعا ما تستخدمهاش، مضطر وحصل ظروف وما عرفتش تجيب، خلاص ما فيش حل غيرها. البايكارب لازم تبقى عارف البايكارب ده بتاع ايه ومكنه ايه. اكتر بايكارب قلق هي دي، دول ما بيلخبطوكمش. ليه؟ لان دول بيشتغلوا على الجمر وبيشتغلوا على البي براون وبيشتغلوا على البليكو. اللي مشكلتنا بقى اللي هي المكن الفرزينيوس ال 4008 وال 4008 اس اس كلاسيك بي 5008، فيهم فرق في الكبسوله. خلي بالك، بلغ الدكتور وانت بتطلب انت عايز ايه، لان في اماكن انا اعرفها بقى وكويسه، يعني اماكن قديمه، وبعد لما طلبوا جابوا حاجه غلط مش هتركب وما تستعفاش عليها، هي بتاعه دي غير بتاعه دي، هتضطر اللي انت ايه، يعني في بقى ناس تحاول ترجعها وفي ناس تفكها وتعبيها في ايه، في جراكن. وده طبعا يبقى انا خلاص، يبقى انا دفعت 38 جنيه في الكبسوله على الفاضي. فركز وانت بتطلب، انت طالب ايه، انهي نوع.
بالنسبه للبايكارت واللي هي بتاع الجمبر وكده كله واحد ما بيختلفش، هيركب على اي مكنه، بس تركز في حاجه تانية خالص، تركز في الحجم بتاعها. في حاجه اسمها 650 وفي حاجه اسمها 720. ال 650 هتقعد معاك مثلا 3 ساعات ونص 4 ساعات حسب انت مشغل دايلازيت فلو 500 ولا مشغل دايلازيت فلو كام؟ 800. مين اللي هيسحب اكتر؟ ال 800. طيب تقدر تشتغل بال 720 وتكملها العيان تاني؟ الانفكشن كنترول بيقول ايه؟ لا، بس برضه مد الحفكه على قد رجليك خلاص، بس الانفكشن كنترول بيقول لا. بس في ناس بتعمل حركه 3.5 و3.5 وابقى الكبسوله خدمت ايه؟ اثنين عيانين بس، يعني برضو ما بننصحش بكده. ممكن تخلي البايكارب يتحط في وحده غسيل المكنه زي المستشفى مثلا، نقطه ان البايكارب يبقى في وحده محطه الميه ويتعامل اوتوماتيك ماشي، بس ما بتتعملش كتير. التعقيم هتقرا بروتوكول التعقيم اللي جاي لك من الشركه، ولو عملت غير الورقه دي في مكنه اقل من سنتين حقه يخرجك من الضمان خلاص. يعني يقول لك لا هو باظ وانا هاخد قطعه الغيار دي بره عشان انت ما عملتليش. فانت لازم تقرا بروتوكول تعقيم الاجهزه دي، بتبقى ورقه بتيجي مع كل مكنه، وتاخد الورقه دي وتصورها وتحطها في الايه، في الملف بتاعك، وتعقم. هتعقم بايه؟ هتعقم الجمبر باستخدام الكبسولات مثلا اللي هي لينا كارت والايه الايه والسي، والايه بتستخدم امتى والبي السي بتستخدم امتى، ومين 13 جرام ومين 32 جرام، ومره كل اسبوع ولا مره في اخر اليوم. لازم تبقى عارف كل المعلومات دي كتمرين. هي المحاضره اسمها اوفر فيو، فانا بقى هنط بسرعه الصور. لازم تبقى عارف الجيركن ده ايه نظامه. السيتروستيريل، هو ما اسموش سيتروستيريل، هو اسمه جيركن سيتريك. سيتروستيريل دي الشركه بتاعت فيرزينيوس. هل في انواع ثانيه ممكن تجي لك؟ اهي حامض سيتريك ادول، شركه النصر بتعمل، شركه كذا بتعمل، اللي بيعمل ماشي، بس اوعى تجيب جيركن معلهوش بطاقه سجل تجاري وبطاقه ايه ضريبيه، ممكن يعمل مشاكل كتيره حاليا. السيتريك تقدر تعرف اللي انت عملته ازاي؟ المكنه بيبقى فيها اوبشن اللي انت عملت. اوعى اللي انت المهندس وحده الميه يجي يقول لك اللاينات قافله بايكارب ملح علشان انت ما بتستخدمش سيتريك، وتقول له لا انا بستخدم وازاي وده انا لسه قافل الجيركن امبارح وبتاع، ممكن يدخل على المكنه يقول لك انت عقمت ايه؟ سيتريك قد ايه بالظبط وامتى كمان. القساطر المفروض تبقى عارفها، انا هجري بقى فيها. القساطر المفروض تبقى عارفها علشان بس ايه، عندك تبع مستلزمات وحده الكلى والدكتور هيركبها، حاول تعمل لها بروتوكول تركيب وتكتبه يبقى مثبت عندك كتمريض، عشان ما حدش يقول لك مثلا لا انت السبب في العدوى اللي حصلت، لا احنا بنعمل كذا. كل اللي فات ده اسمه مستلزمات. المستلزمات دي خلصت هتتحرق، تبقى عارف ازاي توفر في الحرق. الورقه دي قديمه كانت 2013، سعر كيلو كان كام؟ كان 3 جنيه وبعد كده 4 جنيه ومش عارف ايه، وفي ناس حرقت باقل من كده كمان. تمام، سعر كيلو دلوقتي وصل كام؟ 20 جنيه. معناه ايه بقى كتمريض؟ لازم تعملي ايه؟ لازم ما فيش حاجه اسمها يا جماعه نص ازازه ملح متسابه كده، لازم تتفض. ما فيش حاجه اسمها ان الكبسوله بتاعه البايكارب بميتها، في حاجه اسمها امتي ايه؟ امتي بايكارت. يبقى انت كده وفرت نص كيلو، ربع كيلو، كل كيلو بتوفره عباره عن ايه؟ عن فلوس. الكيلو دلوقتي وصل ايه؟ وصل 20 جنيه. طب غير ان الكيلو وصل 20 جنيه، تتاكد ان المكان بتاعك بيودي فين؟ محرقه او تبع المستشفى. يعني لو انت شغال في جامع وكده، اوعى حد يجي يقول لك انا هعمل لك واخد لك بدل 20 جنيه هاخده لك ب 15 وب 10. تمام؟ ليه؟ لان البلاستيك بتاعنا ده عامه ده اغلى نوع بلاستيك اللي هو الميديكال خلاص، بيتسيح ويتعمل ايه؟ بيتعمل الشنط السوداء وبيتعمل الشباشب. تمام؟ فخلي بالك من الكلام ده، اللي انت اوعى اتاكد من المكان اللي انت فيه اللي انت ايه بتودي تبع مغسله. مستلزمات محطه الميه تبعنا برضو، يعني المفروض نبقى عارفين ان في حاجه اسمها تحليل وحده ميه سقط، وحده الميه دي فيها جهاز التي دي اس بتاعي، لا فيها جهاز العصوره الفني، يعني انت مش تبعنا اللي انت هتطلع تبص عليها فوق، ما قلناش كده، بس تبقى عارف ان في فني وحده ميه بيسجل الكلام ده عنده في دفتر، والدفتر ده الدكتور على علم بيه. ويا سلام لو تحط نسخه عندك تحت في الوحده، عشان لو العلاج الحر جه بيسال ما المهندس مش موجود، لا اصل احنا بنسجل، يبقى عندك نسخه من موضوع العصوره والتي دي اس والكلام ده. هتعرف الكلام اللي احنا قاعدين بنقوله ده منين؟ عن طريق المؤتمرات اللي احنا بنعملها دي. اي مؤتمر عاده كبير بيبقى عامل سيشن للتمريض، اي مؤتمر حاجات الصعيد برضو بتبقى عامله، دكتور علي طه بيعمل ودكتور اسامه بيعمل سيشن للتمريض وكده، فيبقى انت تتعلم الكلام ده عن طريق ده او عن طريق الفيديو كونفرنس اللي بنعملها كل شويه. ممكن تلاقي فيديو كونفرنس للتمريض او حاجه، احضروا الكلام ده. الكلام ده مش لازم تكون شفته كله لانك شغال في وحده، خلصت خلاص، مش لازم تكون شفته كله عشان انت شغال في وحده واحده، ومشكلتنا اللي احنا شغالين في وحده واحده ما بنلفش. التمريض اللي بيشتغل برايفت بيبقى اشطر، ليه؟ لانه بيلف على اربع خمس مراكز، شاف اربع خمس مكانات، فهتتعلمه يا اما من المؤتمرات يا اما اللي انت تلف وحدات ثانيه. واي حاجه، اي حاجه محتاجينها في اللي انا قلته، بروشورات، اي حاجه، ابعتوا لي انا عندي كله ان شاء الله. شكرا.